موسم حصاد البرقوق وانا عملت التول او الاله اللطيفه دي عشان اجيب البرقوق العالي لان اللي تحت الاخفاق ما بيسيبوش حاجه والاول لما بيبقى اخضر بياكل اللي تحت على طول. فانا عملت الاله الطويله دي ممكن تطول من هنا كمان عشان اجيب اعلى حاجه. فباجي بعد ما اخلص الاتراك يخلصوا كل حاجه بقى ويسيبوا اللي فوق باجي اجيب زي ما انتم شايفين كده. متأسف جدا بس لينك الفيديو كامل هتلاقوه في وصف الفيديو مع القنوات الثلاثة التانيين البديلة عندي اللي هي قناة مشاكل البيوت للكلام عن مشاكل بيوت المسلمين والمشاكل اللي بتعرض علينا، والقناة التقنية اللي هي موجودة معنا من زمان، والقناة البديلة دي اللي هي القناة العامة، لأن القناة دي للأسف شديد جاء عليها سترايكس وتحذيرات شديدة من يوتيوب بسبب إني نشرت فيديو عن أهلنا في أرض العزة والقناة بقت مهددة بالإغلاق. فلا تنسونا من الدعاء وياريت لا تنسوا الاشتراك في القنوات البديلة اللي هسيبها لكم برضو في وصف الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.